القرية الشامية بمركز ساحل سليم في أسيوط نموذج لمئات القرى التي تولتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لرفع كفاءة بنيتها التحتية وتوفير سبل الحياة الأساسية لقرابة 100,000 مواطن يعيشون في نطاق الوحدة المحلية لقرى الشامية. مبادرة حياة كريمة عامة عندنا في الصعيد هنا حققت حلم احنا يعني كنا صعب نحلم به حتى، من موضوع ان نشوف مستشفى تتبني قدامنا، موضوع ان نشوف طرق عملت قدامنا، موضوع ان تتعمل بلاكس تكنولوجيا عندنا، ترعة، غاز طبيعي، صرف. بالنسبة للمستشفى شغالة، في مشاريع كثيرة بالنسبة في المشاريع في العوانة النقطة والبريد، الحمد لله ترع وكباري وعمدان وجزق وكل حاجة وخربنا كثير. الانتهاء من تطهير وتبطين 63 ترعة بطول 285 كيلو متر كمرحلة أولى فقط شكلت إضافة هامة لمزارعي أسيوط، بالإضافة إلى مجمع زراعي يقدم كافة الخدمات الزراعية والبيطرية لأهالي القرية. الحمد لله ما بطنت الترعة دي وصلت ميه الحمد لله. الناس كانت بتروح الدور بتقعد بالليله واتنين على الترعه ان هي الدور، الوقت بالصلاه على النبي الميه ترمح فيها رمح من هنا من عندنا هنا وتعدي على الترعه الناحيه الثانيه اللي هناك تملى بالصلاه على النبي عليه. مجمع خدمات، مجمع زراعي، مدارس، وحدات صحيه. بالنسبه للبيوت والمنازل في الارياف هنا حضرتك طبعا البيارات وبتفضل البيارات وتبقى حاجه مش حلوه يعني، فبالنسبة للصرف الصحي فأحسن بكثير من البيارات. مركز ساحل سليم وستة مراكز أخرى بمحافظة أسيوط شملتهم حياة كريمة برعايتها، حيث خصصت لهم 25 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها في مراكز أسيوط السبعة لتحقيق التنمية المستدامة وتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل وفقا لاستراتيجية مصر 2030.